بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. الفيديو ده إن شاء الله النهاردة نقول لكم على طريقة بإذن الله تقدر تحافظ معانا على مستوى عالي جدا من الإزهار لنبات الهوية. مستوى عالي مش بس في الموسم الواحد، لا ده في الموسم ويمتد معانا إن احنا يدينا اكتر من مرة ازهار في نفس الموسم، وكمان يمتد معانا للمواسم التانية، بحيث ان شاء الله نضمن ان كل سنة يكون عندنا معدل ازهار عالي والازهار تتضاعف في كل سنة عن السنة اللي قبلها. كمان ايه هي الطريقة يا جماعة؟ ببساطة جدا مش هنعمل حاجة، يعني ان احنا مش هنزيل الاقمار بتاعة الهوية اللي طلعت عليها الازهار، هنسيبها تستمر معانا. ده ملخص الفيديو اللي احنا هنتكلم عليه، اللي حابب يستمر معنا في الفيديو علشان نشرح ونقول ليه. برحب بكم مرة تانية. الهوية بتجدد اقمارها كل سنة، يعني القمر ده زي ما حضراتكم شايفين كده، الازهار خرجت من نفس القمر الزهري بتاع السنة اللي فاتت، يعني سيبناه جدد نفسه في السنة الواحدة اكتر من مرة او اتنين او تلاتة يمكن كمان في المكان الواحد، بيطلع نفس كمية الزهر ده. كمان القمر حجمه بيزيد وبيدي انتاج اكتر غير القمر يمكن كمان اللي هو الصغير لسه اول مرة. يعني انا لحد علمي ان الهوية مش من ازهار القطف، مش مثلا زي الورد البلدي والجوري والحاجات دي، فبالتالي احنا ما بنقطعش القمر الزهري ده. زي ما حضراتكم شايفين كده، الجزء اللي هو اللي ورا ده، القمر القديم خرج عليه الازهار الجديدة، وبنشوفه كل سنة بيمتد ويستطيل. يبقى احنا عندنا كده الاقمار بتاع السنة اللي فاتت هتظهر تاني، ده غير الاقمار الجديدة اللي هتطلع معانا كل سنة. وزي ما حضراتكم شايفين ده نبات ام، فيه ما شاء الله كمية يعني رهيبة من الازهار، بنحاول نفرجها لكم معانا في الفيديو. زي ما حضراتكم شايفين كده في حاجات مستخبية ورا الورق كمان، بس كلها حبلت بالظهر وبدأت تشتغل. حاجة ما شاء الله، ده قمر قديم بس لسه ما اشتغلش. تمام. كمان يا جماعة ما ننساش ان احنا نرش النبات برذاذ الماء، لان زي ما حضرتك قلنا قبل كده في فيديوهات تانية ان الهوية بتحب الرطوبة العالية. كمان في فترة التزهير يا ريت ما نعطش النبات، لان مش هيفيده اصلا، يعني يكون ان هو يعطش مش هيبقى مصدر فايدة ليه. وفي الحر ده والاجواء الحارة خاصة عندنا في مصر، الوضع هيبقى صعب على النبات وهتبقى العملية مجهدة جدا. اتمنى ان الفيديو يكون قدم اي اضافة، وان شاء الله تستنونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله. ولو في اي تعليقات او اي ملاحظات مع حضراتكم نستفيد كلنا من بعض. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.